مرة تانية بلدية المحلة بتسعى، ودي كرة حلوة يا ولد يا ولد، يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام على أول لجوان حسام أشرف فنان، ضربة راسية في منتهى منتهى الجمال والإتقان. بصوا حضراتكم، حسام أشرف صاحب الواحد وعشرين عام في تاني لقطة هجومية في الدقيقة 32 ما قل ودل، لكن بص شوف الحكاية، وبص شوف العرضية، وبص شوف حسام أشرف بيعمل ايه، يا عيني عليه. كرة من كهربا لحسام أشرف، رأسية نموذجية فيها فن وفيها إتقان وفيها مثالية، يحطها على يمين أحمد الشناوي علشان البلدية وجمال البلدية. في الدقيقة 32 تفرض التعادل 1-1 أصدقائي على بيراميدز المسيطر والمهيمن واللي كان تقريبا مستحوذ طوال 31 دقيقة وكان متقدم 1-0.